سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق وفي القناة ديال افائل اللي كتبت لكم عروض عقارية مختلفة واللي كتكون حصرية في بعض الأحيان كما هو الحال اليوم. اللي كانت واجد قدام واحد الشقة، واحد العقار اللي كيتباع بالكراج ديالو بالمحل التجاري ديالو، ممكن تشري هذا العقار هذا وتكري مثلا هذا المحل التجاري اللي كتشوف فيه دابا ويخلص لك الطريطة ديال الدار ديالك بواحد الثمن اللي هو جد جد منافس. اللي هو سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم ديال افائل، ومعكم طارق كيما جرات العاده باش نوصف لكم عقار اللي كيكون ديما فيه شي حاجه اللي هي جديده كما هو الحال في العقار ديال اليوم، اللي هو عباره عن شقه بالمحل التجاري ديالها، او عباره عن دار دويره ديالك، شقه ديالك بالمحل التجاري ديالها اللي هو هذا، اللي ممكن تشريها وتكري هذا المحل التجاري ويخلص لك مثلا الطريطه ديالك وانت راك ساكن. اذا نجيو معايا للداخل ندخلوا. حنا شفنا دابا المحل التجاري، هاد جوج ديال الشراج اللي كيطلع لنا هنا ديال الشقه ديالك، واجيو ندخلوا باش نكتشفوا هذا العقار. اذا مرحبا بكم كاملين، تفضلوا معايا. مرحبا. اذا هنا العقار هو هذا، هذا هو الباب ديالو ديال الدخله، المدخل ديال العقار. راه بوحديتك في الطابق، ها نتوما راه ما حداك حتى شي واحد، ساكن بوحديتك ترونكيل. الشقه هي هذه، الباب ديالها هو هذا، في مساحه اجماليه تقريبا ما بين الكراج وما بين الشقه ديال 100 متر مربع، بثمن ديال 47 مليون 470 الف درهم. ماشي غير الشقه، مي الشقه ومعها المحل التجاري ديالها كما شفتوا معايا في المدخل ديال الفيديو. هذه هي الشقه، المدخل ديالها هو هذا. اذا كنتمنينا الاعجاب ديالكم هذا العقار، اذا ما تنساونيش بالضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك الانضمام والاشتراك لهذه القناه هذه اللي كتبت عروض عقاريه مختلفه. وحتى نتوما الا كان عندكم شي عقار وبغيتو تبيعوه ولا تحطوه في البيع، فانا راه الخدمه ديالكم، فما يكفي الى الاتصال في الرقم ديال 0678 180 150. غادي نوريكم العقار، راه فيه ثلاثه ديال الغرف وصالون ومطبخ اللي هو هذا. بعدا المطبخ عندنا هو هذا، فيه مصاوبين هما بالخشب اللي هو منقوش، وممكن تزيد بوطاجي واحد اخر من هذه الجهه هذه في هذه البليصه اللي كتبان لكم، وممكن تزيد البلاكا هنا الفوق. بريدويات كيهبطوا بالالومنيوم، وفينيسيون في هذا العقار هذا فينيسيون اللي هي نقيه وهي سامبل. كما قلت مساحه اجماليه ديال 100 متر ما بين الكراج وما بين الشقه. فاش كندخلوا من الباب هي هذه، تلقاو الكوزينه ولا المطبخ، وتلقاو هذا الكوان هذا اللي ممكن دير فيه فاسك بحال هذا الشكل هكا كما كيبان لكم في التصويره. لافابو بالمبل ديالو كاين عندنا هنايا تحت الدروج، استغلوها. جي نوريكم شنو كاين هنايا تحت الدروج، داروا فيها بلاصه ديال التواليت اعزكم الله، وتا بلاصه مثلا ممكن دير حتى لا ماشين لافي في هذه البلاصه، ما خلاوهاش ضايعه. ولكن الحمام الاصلي والرئيسي ديال العقار هنا غادي نكتشفوه. بالنسبه للصباغه كلها صبغات باللون الابيض، اللون اللي كيعطيك المساحه في العقار، والصالون ديالها اللي هو هذا. حتى العلو فيها العلو كبير، الانسان ممكن يدير اليد ديالو واخا يكونوا هابطين ما ياديوش مع الدروج. ما قلت هذا العقار هذا الثمن ديالو هو 470 الف درهم، شيء اللي ما تلقاهوش. وعقار ما كيتباعش بوحدو، كيتباع بالكراج ديالو ب 470 الف درهم. كراج ممكن تشريه وتكريه، ممكن تشريه وتدخل فيه السياره، وممكن كذلك دير فيه التجاره. زواقه ديال الكبس كما كتشوف معايا، بالنسبه للمدينه هنا كنهضر على مدينه مكناس، والموقع من احسن المواقع اللي ولا اكثر طلبا لانه هدوء وموقع جديد وحي جديد، الا وهو حدا سوبر مارشي ديال مرجان. بعيدة تقريبا هاد العقار على سوبر مارشي ديال مرجان بواحد بالرجل تقريبا واحد 7 ديال الدقائق، بالسياره راه يكفي فقط واحد 3 ديال الدقائق. نكتشفوا دابا، اجيو معايا نكتشفوا الغرف اللي قلت لكم العدد ديالهم 3، ان الغرفه الاولى هي هذه. غرف اللي كبار على حساب العين ديالي، غرف اللي متسعين، هذه هي الغرفه الاولى فيها الصبغه ديال البلاتينيوم،
فيها الاناره ديالها بالاسبوب، ونزيدكم هي كاين لاكور ديالها هاد الغرفه عندك البلاصه حتى فين تنشر، واخا هو راه عندك الحق في استغلال الملك المشترك اللي هو السطح فين تنشر، وكاين الروبيني ديالك، وكاين زايدين هنا لاكور. هاد لاكور ممكن نزيد فيها لا ماشين لافي، بلاصه ديال الشوفو، وكاين حتى القادوس ديال الماء. وهنا راه جينا في دار اللي فيها ار بلس 2، جوج ديال الطوابق فقط، استاذير هنا الناس عدد ديال السكان كاملين كاين ثلاثه بكم، كاين مول السفلي والطبق الاول والطبق الثاني. بالنسبه للطبق الاول راه تم البيع ديالو، والطبق الثاني راه مازال متوفر حتى اللي بغى يشوفو. بالنسبه للطبق الثاني الثمن ديالو هو 480000 درهم، وغادي نقوم بالبث ديالو ان شاء الله عما قريب. دي الغرفه الثانيه اللي هي غرفه ديال الوليدات، غرفه من حجم متوسط الى ما نقولش صغير، بلي سبوت ديالها ديكور فيها ديال البلاتينيوم، وممكن تستعمل حتى السيجور. مثلا الانسان ممكن يفتح هاد الحيط هذا مربع قدامك صالون وسيجور. غادي نزيدو القدام ونفاس معنا كاينه بعدا هاد الديباره، ها هي الفوق بلاصه ديال الخزين. عندك هنا حمام وطواليت دوش، لافابو ديالها، عندنا الطواليت والدوش. وهاد الحيط هذا اللي كتشوفوا امامي هنا راه ممكن تفتح الباب للكراج. الكراج راه فيه 15 متر 3 على 5، وممكن يكون عندك باب هنا، باب وكيدخلك ديريكتومون للكراج ديالك. هادشي الا بغيتي تستغلو ليك، اما الا بغيتي تكريه مثلا ولا دير فيه مشروع ديالك راه ممكن تخليه مسدود. هذه ميزه اللي بصح قليله وقليله بزاف. عندنا هنايا الغرفه ولا بيت النعاس هو هذا، فيه البلاكارات ديالو، كنعاودها بالنسبه للموقع حنا كنهضروا على مدينه مكناس على مقربها من السوبر مارشي ديال مرجان. اللي بغى يشوف هاد العقار عن كثب فمالي الى الاتصال، فالرقم كيبان لكم اسفل الفيديو، ولا كان عندكم نتوما شي عقار بغيتو تبيعو فانا راه الخدمه ديالكم. نقدر نقول لكم هي ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، فلربما تلقى واحد النهار العقار اللي كنت كتقلب عليه انت ولا احد من الافراد العائله ديالك. اذا كنقول لكم شكرا جزيلا، والى عرض مقبل عما قريب ان شاء الله.